السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعرف معا على درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان أخلاق المصري القديم مكتوبة على الأحجار. طيب تعالوا نعرف كده الأول مين هو المصري القديم. المصري القديم لو كلنا بدأنا كده نسترجع الأفكار في دماغنا هنلاقي إن احنا عندنا حاجات من الحاجات اللي عملها المصري القديم. زي ايه؟ زي عندي المتاحف الموجودة وعندي الاهرامات وابو الهول. المصري القديم ده كان موجود من الاف السنين وهو اللي عمل الحضارة بتاعتنا بتاعت مصر. طيب المصري القديم ده كان شكله ايه وكان بيعمل ايه عشان يبقى بالعظمة دي والناس كلها تقدره وتقدر الاخلاق بتاعته وتفضل لحد النهاردة الاثار بتاعته كل العالم بيتمنى بس ان هو يشوفها وبيجوا من كل دول العالم عشان يشوفوا المتاحف بتاعتنا. هنلاقي ان المصري القديم ده كان عنده اخلاق جميلة جدا جدا بالاضافة للاثار بتاعته. وهنا عندي نص جديد بيتكلم عن حياة المصري القديم والصفات اللي كان بيتميز بيها. تعالوا نقرأ مع بعض ونبدأ نوضح الدرس. أخلاق المصري القديم مكتوبة على الأحجار. لم أكذب، لم أسرق، لم أملأ قلبي كرها، لم أسيء معاملة الناس، لم أسبب ألم لأحد، ولم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقاء حيوان، لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء، أطعمت الجائع ورويت العطشان وكسوت العريان، لم ألوث ماء النيل، ملأت قلبي بالحق والعدل. ده كده النص بتاعنا اللي بيتكلم عن أخلاق المصري. تعالوا كده نبدأ واحدة واحدة ونشوف ايه الكلام اللي بيقوله ده. طبعا كان المصري القديم يتحلى بصفات جميلة يتمنى الجميع ان يكون مثله فيها، فهو لم يكذب. عندي الكذب عكس الصدق، يعني لم يقل شيئا في حياته غير صادق، ولم يملأ قلبه بالكره، بل كان متسامحا تجاه أصدقائه وأهله وجميع من حوله، ولم يفعل شيئا سيئا في معاملته مع الناس، ولم يكن سببا في أي وجع لأي إنسان، وليس الإنسان فقط، فهو حتى لم يكن سببا في دموع الإنسان، أو لم يكن سببا في تعب الحيوان، ولم يعذب حتى النبات. طيب هتيجي تقول لي يا ميس ازاي يكون بيعذب النبات؟ هو النبات بيحس؟ اه طبعا يا حبيبي النبات بيحس، لان النبات روح وموجود فيه حياة طبعا وبيبدأ ينمو. طب ازاي هنعذب الحيوان؟ اه لو منعنا عنه سبب الحياة بتاعه اللي هو الماء. فالانسان المصري القديم بيقول ان هو لم يعذب النبات، يعني منسيش في يوم من الايام يسقيه فالنبات يتعذب. كمان المصري أطعم الجائع وألبس العريان، فكان يعطف على من هم أقل منه، يعني لما كان يلاقي حد جعان يقدر ان هو يساعده بالطعام. طب لو لقى حد عريان أو حد مثلا ما عندهوش هدوم كافية لي طبعا كان بيساعده. وكان حتى ماء النيل لم يتسبب يوما في تلويثه، يعني ما رماش فيه اي حاجة تسبب اي اذية اللي يشرب من ماء النيل ده، وملأ قلبه بالحق دوما والعدل والمساواة بين الناس. الله على الانسان المصري القديم والاخلاق الجميلة اللي كان بيتحلى بيها واللي ياريتنا كلنا نلتزم بيها، لاننا لو التزمنا بالاخلاق دي هنكون دايما افضل من كل الامم التانية. تعالوا نشوف كده الكلمات بتاعتنا والمعاني. أول كلمة عندي كلمة أسيء، أي أفعل فعلا سيئا. قال لم أسيء معاملة الناس، أي لم أفعل فعلا سيئا في الناس. طب لم أسبب ألم لأحد، كلمة ألم يعني وجع. لم أكن سببا في شقاء حيوان، الشقاء هنا يعني التعب، ما كانش سبب في تعب لأي حيوان، لا عذبه ولا ضربه ولا منع عنه الطعام او الشراب ولا اي حاجة. بيقول كمان كسوت العريان، كسوت هنا يعني البست،
وعندي لم ألوث ماء النيل، ألوث يعني أجعله غير نظيف، يعني طبعا ما كانش بيرمي فيه أي حاجة تخليه غير نظيف. طب تعالوا نشوف المضادات بتاعتنا. كلمة أملأ يعني أفرغ، لم أملأ قلبي كرها، أملأ هنا عمال أزود وأحط فيه حاجات، لكن عكسها إن أنا إيه أشيل منه بقى، أفرغ يعني بفضيه خالص. طيب أسيء المضاد بتاعها أحسن، أنا بعمل شيء سيء عكسها إن أنا بعمل شيء حسن يعني جيد، يبقى إيه مضادها أحسن أو أجيد. بعدها كلمة شقاء المضاد بتاعها السعادة، وكلمة ألوث مضادها أطهر، وكلمة العدل مضادها الظلم، بيعدل بين الناس يعني بيساوي بين الناس، والمضاد بتاع ان هو يظلم يبدأ يجيب حق حد على حساب ايه حد تاني. طب الكلمات والجمع بتاعها بيقول لي قلب جمعها قلوب، اما كلمة معاملة جمعها معاملات، وكلمة ألم جمعها آلام، وكلمة دمعة جمعها دمعات، وكلمة نبات جمعها نباتات. طب تعالوا هنا ونشوف الأسئلة اللي موجودة على الدرس بتاعي، لما يجي ويقول لي اذكر بعض صفات المصري القديم، هقول له عندي بقى الدرس مليان صفات، هقول له لا يكذب ولا يسرق وقلبه ممتلئ بالحب ولا يسيء معاملة أحد. طبعا في غيرها كمان، كيف يعامل المصري أخاه الإنسان؟ ها هرد وأقول له إيه بقى؟ كله موجود عندي جوه الدرس، هقول ان هو لا يتسبب في دموع انسان. مش هو قال لي لم اكن سببا في دموع انسان؟ هتكلم انا عنه بقى، مش بتكلم بلسان المصري. هو بيقول لم اتسبب، هقول انا ايه؟ لم يكن سببا. طيب بيقول لي كمان كيف يعامل المصري الحيوان؟ المصري قال ان هو لم اكن سببا في شقاء حيوان، فأنا لما هاجي أتكلم هقول لا يعذب حيوان ولا يسبب له شقاء. طيب كيف يعامل المصري النبات؟ يسقيه بالماء ويرعاه. بما يمتلئ قلب المصري القديم؟ هقول له إن هو يمتلئ بالحق والعدل. وأخيرا ما واجبنا نحو ماء النيل كما تعلمنا من المصري؟ المصري قال إن هو لم يلوث ماء النيل، يبقى واجبنا نحن ألا نلوثه، لا نلوثه. طب تعالوا نحلل كده الكلمات بتاعتنا واحدة واحدة ونشوف. عندي هنلاقي الدرس مليان بأساليب النفي. فاكرين لما قلنا إن عندنا أداتين للنفي، واحدة منهم للماضي والتانية للمستقبل؟ كانوا إيه الأداتين دول؟ كان عندي لم ولن. لم هي اللي بتتكلم عن الماضي، ولن هي اللي بتتكلم عن المستقبل. لم حاجة ما حصلتش في الماضي، ولن حاجة مش هتحصل في المستقبل. الدرس مليان بقى من أساليب النفي الماضية، زي كلمة لم أكذب ولم أسرق ولم أملأ ولم أسيء ولم أكن سببا ولم أعذب، كل دي أساليب للنفي فين؟ في الماضي. لو دورنا شوية كمان جوه الدرس هنلاقي ان عندي افعال ماضية كتيرة قوي موجودة، زي فعل اطعمت ورويت وكسوت وملأت، كلها افعال ماضية حصلت وانتهت. وعندي افعال مضارعة، زي ايه الافعال المضارعة اللي هي بتحصل دلوقتي؟ زي كلمة اسيء، وزي كلمة اسبب، زي كلمة اعذب. طبعا لما يكونوا لوحدهم من غير أداة النفي، لأن أداة النفي بتقول إن دي حاجة إيه حصلت في الماضي، لكن الأفعال بقى لوحدها أسيء وأسبب وأعذب، هنلاقي إن هي بتدل على مضارع، حاجة بتحصل في الوقت الإيه الحالي. طبعا عندي ممكن أطلع الأفعال زي ما قلت، ممكن كمان أطلع أسماء، زي إيه؟ زي كلمة معاملة، هي هنا اسم لأن في نهايتها تاء مربوطة، وكلمة الناس لأنها بتبدأ بأل، وعندي كمان كلمة دموع لأن ينفع أحط لها ألف ولام، ممكن أقول الدموع فهي هنا اسم برضو. تمام.
طيب عندي ايه كمان ممكن اطلعه؟ ممكن اطلع كلمة فيها لام شمسية زي كلمة الناس، وممكن اطلع كلمة بيها لام قمرية زي كلمة الجائع، وممكن اطلع حرف من حروف الجر زي، ها زي ايه؟ تعالوا ندور مع بعض كده. في اخر كلمة خالص اخر سطر بيقول لي ملأت قلبي بالحق. كلمة بالحق هنا عندي الباء دي حرف جر متصل، اللي هي طبعا حروف الجر 8، من وإلى عن وعلى في والكاف واللام والباء. ولو دورت كمان على حرف عطف هلاقي عندي أكتر من حرف عطف، اللي هم تقريبا كده كلهم حرف الواو، زي ورويت وكسوت. تمام. عندي ايه كمان لو دورت على كلمة بيها حرف مشدد؟ ايه الحرف المشدد او ايه الحرف المضاعف اللي هو عليه شدة؟ زي كلمة النيل هلاقي عندي النون حرف مشدد. ولو دورت كمان على كلمة بيها ياء ملكية، يعني حاجة بتخصني انا، تعالوا كده ندور بسرعة بسرعة في النص، هنلاقي برضو في السطر الاخير كلمة قلبي. كلمة قلبي هنا اخرها ياء الملكية، يعني القلب اللي هو بتاعي انا اللي بيخصني انا. دي كانت اهم الحاجات اللي موجودة عندي في الدرس. تعالوا كده ندور على حاجة اسمها خريطة الكلمة. لو فاكرين ان احنا كنا بنقول يعني ايه خريطة الكلمة، يعني بنحط الكلمة ونشوف المعنى بتاعها والمضاد بتاعها والنوع سواء كانت اسم او فعل وجملة بنحط فيها الكلمة دي. لو خدنا مثال عندي كلمة الشقاء، هقول ان كلمة الشقاء دي معناها ايه؟ ادور كده. طب هي فين الاول؟ لم اكن سببا في شقاء حيوان، يبقى شقاء حيوان هنا يعني تعب. طيب المضاد بتاعها هلاقي ان مضاد الشقاء هو السعادة، والنوع بتاعها شقاء هنا هينفع طبعا احط لها الف ولام، يبقى هي اسم طالما قبلت دخول الالف واللام عليها. ولو دورت على جملة احط فيها كلمة الشقاء هقول لم اكن سببا في شقاء حيوان. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا عن اخلاق المصري القديم. طيب تعالوا ندور على حاجة تانية كمان في الأساليب الموجودة عندي. طبعا ده كده الدرس الموجود بالحاجات اللي احنا بنستخرجها. انا سايبة الصفحة دي صفحة 10 الاول، هنبدأ واحدة واحدة كده نطلع الكلمات من الدرس زي ما اتناقشنا فيها دلوقتي بكل بساطة، وهنطلع اللام الشمسية والقمرية وهنستخرج اسم وفعل وحرف، وده هيكون الواجب بتاعنا. وتاني سؤال تحليل المقاطع الصوتية طبعا اللي كلنا عارفينه. عندي كلمة أكذب وكلمة كسوت وكلمة قلبي، وعندي كمان خريطة الكلمة اللي هي كلمة الشقاء اللي احنا لسه مجاوبين عنها، وعندي كمان كلمات على نفس الوزن. عايزة كلمات على نفس وزن كلمة جائع، وزي ما اتفقنا ان على نفس الوزن يعني بنفس عدد الحروف ونفس النهاية بتاعت الكلمة. طيب نبدأ نشوف الاساليب الجديدة الموجودة عندنا النهاردة. عندي حاجة اسمها ظرف المكان. طب ايه ظرف المكان ده يا ميس؟ تعالوا كده واحدة واحدة ونشوف. انا لو قاعد دلوقتي وقاعد قدام جهاز الكمبيوتر بتاعي هلاقي ان الكمبيوتر موجود فين؟ موجود فوق المنضدة. مش الكمبيوتر بيبقى محطوط فوق ترابيزة كده؟ الترابيزة بتاعتي دي اسمها منضدة بالعربي. طيب يعني فوق المنضدة. طب ايه ده؟ هو الكمبيوتر فين يعني يا ميس؟ يعني الكمبيوتر هنا مكانه فوق المنضدة دي. طيب تعالوا كمان ندور.
لو دورنا على القطة بتاعتنا كده ممكن نلاقيها فين؟ ممكن نلاقيها تحت السرير، هنلاقي القطة كده مستخبية مننا. طب أنا بدور إزاي؟ بشوف مكانها فين، فمكانها هنا تحت السرير. طب لو بصيت كمان ولقيت عندي عصفورة واقفة ومستخبية ورا الإيه؟ الشباك، يبقى هقول إن العصفور خلف الشباك. طب عندي لما بابا جاي من الشغل كده وجايب العربية بتاعته وركنها، ركنها فين؟ هنلاقي إن هو ركنها قدام أو أمام المنزل. طيب عندي إيه كمان؟ ممكن أكون حاطة الشنطة بتاعتي فين؟ ما بين الكتب، يعني الحقيبة بين الكتب. طيب ممكن كمان لو ماما جايبالي الأكل بتاعي وجابته كده وجات وحطيته فين؟ ها، حطيته على أو فوق السفرة. دي كلها حاجات اسمها ظرف مكان. طب تعالوا بقى نشوف كده جوه الورقة بتاعتنا ايه اللي موجود. بيقول لي ان ظرف المكان ده هو كلمات تعبر عن مكان الفعل، زي ايه؟ زي فوق وزي تحت، طبعا فوق وتحت الاتنين عكس بعض، وزي امام وخلف، واللي هم برضو الاتنين عكس بعض، وزي كلمة بين، وزي كلمة جانب. يعني ايه؟ يعني مثلا القلم بجانب الكتاب، القلم والكتاب هما الاتنين محطوطين ايه؟ قدامي جنب بعض. وزي كلمة داخل، لو مثلا انا حطيت القطة جوه الصندوق، جوه دي هي كلمة داخل، يبقى القطة داخل الصندوق. تعالوا كده نشوف الأمثلة اللي موجودة قدامنا ونتعرف منها على ظرف المكان. بيقول لي تخير الصواب وضع دائرة حوله، يغرد البلبل نقط الغصن. البلبل ده لو حد مننا ما يعرفوش هو طائر من الطيور شبه العصفورة كده. طب البلبل ده هيكون فين من الغصن؟ مكانه فين؟ الغصن بتاع الشجرة، هيكون تحت ولا فوق ولا جانب؟ طبعا البلبل يبقى فوق الغصن. اللي بعدها بيقول لي يقف الإمام نقط المصلين. الإمام في الصلاة بيقف فين؟ جانب ولا أمام ولا خلف؟ طبعا كلنا عارفين إن الإمام بيقف أمام المصلين، بيقف قدامهم. ركنت السيارة نقط المنزل، تحت ولا خلف ولا فوق؟ هركن السيارة فين؟ خلف المنزل. تمام، طبعا أنا مش هحطها تحت البيت، مش هقف تحتيه يعني، لا هي هتبقى خلف المنزل. بعدها أدخلت العصفور نقط القفص، داخل ولا خارج ولا بين؟ أنا بدخل العصفور فين؟ داخل القفص. رأيت القطة نقط شجرتين، أنا هشوف القطة فين؟ فوق شجرتين، هي القطة هتقف فوق شجرتين، ولا أمام شجرتين، ولا بين شجرتين؟ طبعا طالما شجرة هنا وشجرة هنا يبقى القطة ايه؟ بينهم، يبقى بين شجرتين. بعدها وضعت السلة نقط المكتب، السلة فين من المكتب؟ فوق ولا تحت ولا داخل؟ بشغل عقلي هنا، السلة اي باسكت موجود عندي سواء بقى في فاكهة او في اي حاجة يعني انا عايزة احطها، هحطها فين من المكتب؟ اكيد هحطها فوق المكتب. بعدها عندي كذا صورة وبيقول لي أكمل بظرف مكان مناسب. هنستخدم بقى حاجة من الكلمات بتاعتنا دي ونحطها على الصور. أول صورة بيقول لي القرد نقط الشجرة. القرد هيبقى موجود فين من الشجرة؟ هو قاعد اهو مربع فوق الشجرة، يبقى فوق القرد فوق الشجرة. بعدها عندي نخلتين وما بينهم سرير كده، وبيقول ان السرير نقط نخلتين،
هو فين؟ عندي نخلة على الجنب ده ونخلة على الجنب ده والسرير بين النخلتين. بعدها بيقول السيارة نقط المنزل. السيارة فين؟ ادي باب المنزل موجود اهو، السيارة موجودة على جنب، يبقى جانب المنزل. السيارة جانب المنزل او بجانب المنزل. القطة نقط الشجرة. القطة هنا فين؟ لقيت ان القطة برضو واقفة جنبها، يبقى بجانب الشجرة. طب اللص نقط القفص. اللص هو موجود، القفص هو اللي ايه؟ امامه، يبقى اللص خلف القفص، هو واقف وراه. الحمار نقط السور. طب فين الحمار وفين السور؟ ها السور موجود اهو والحمار واقف وراه برضو، يبقى خلف السور. ده كده ظرف المكان الموجود عندي. طب تعالوا نقلب الصفحة ونشوف. عندي صفحة 9 برضو، بيقول لي أين الكرة وعايزني أنا أدور على الظرف بتاعي. هلاقي إن الكرة هنا تحت الفيل، الكرة موجودة تحت. طيب وبعدها الكرة فين؟ ها فوق الولد. بعدها الكرة بين الايه؟ البنتين. وبعدها هو عاملها لي وموصلها، بيقول لي ان الكرة جانب البطريق، وفي اللي تحتها صورة الكرة امام موجودة ايه؟ امام. هي الصورة مش واضحة شوية، لكن مثلا ممكن نعتبرها ايه؟ ممكن نعتبرها مثلا اي حاجة محطوطة قدامي على على المكتب مثلا، والكرة محطوطة قدامها. طب هنا السؤال، الصورة اللي بعدها الكرة بين الكور. طبعا ايه؟ كلها كور موجودة اهي والكرة بينهم، يبقى بين. بعدها الصف التاني هلاقي ان الكرة تحت القدم. وبعدها الصورة التانية الكرة بتاعت البولينج الموجودة عندي دي، هلاقي ان الكرة امام. طبعا ايه؟ امام البولينج كلهم، فالكرة امام. بعد كده هلاقي ان هو موصل لي صورة النخلة وبيقول لي ان الكرة بين النخلتين. والصورة اللي بعدها صورة فيس كده جميل وليه ايه؟ ايدين وماسك الكرة فوق، يبقى الكرة فوق. بعد كده في الكرة ها وراها ايه؟ وراها الشبكة بتاعت العرضة بتاعتنا اللي هي بنلعب بيها الكرة، فحلاقي ان الكرة امام الشبكة. واخر حاجة حلاقي الكرة تحت ها السلة. تمام، الصور الاخيرة هسيبها ليكم انتم تفكروا فيها كده، وهنلاقي مكان القطة فين ونكتب سواء كانت داخل او جانب او تحت او بين او فوق. هنفكر فيها وهنحلها مع بعض. وبكده نكون خلصنا درس ظرف الزمان وظرف المكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.